خيمة يا خيمة يا خيمة يا خيمة لمت براحب ظلها، من يخدم الزغراء من يبكي لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتنا وأخواتنا، حياكم الله متابعي ومشاهدي قناة الإمام الحسين فضائية بحلقة جديدة من برنامج الخيمة الحسينية، حياكم الله أينما كنتم. حياكم الله اخوتنا واخواتنا مره ثانيه بحلقه جديده من برنامج الخيمه الحسينيه، مثل ما تعودنا وعودنا كل اخوتنا واخواتنا مشاهدي ومتابعي قناه الامام الحسين الفضائيه انه في كل حلقه راح يكون ويانا ضيف مميز عبر شاشه قناه الامام الحسين وبرنامج الخيمه الحسينيه. واليوم ويانا احد اعمده قناه الامام الحسين واحد الرواد اللي على اكتافهم بلشت برامج قناة الإمام الحسين، وكان له الدور الكبير الأول في مجموعة قنوات الإمام الحسين باللغة العربية. ويانا الضيف خادم الحسين والشاعر المميز الأستاذ أحمد ماضي، حياك الله. حياك الله سيد، كل الهلا بيك، ممنون عندك على هذه المقدمة الطيبة، كل التحية إليك. أشكرك. ولكادر برنامج الخيمة الحسينية وإدارة قناة الإمام الحسين وإلى الجمهور المتابع في كل مكان، ممنون عندك. الله يسلمك أستاذ أحمد ماضي. طبعا أول يوم أنه صراحة شرفنا في برنامجنا، واللي هو من إعدادك سروري. من إعدادك سروري. وصراحة أنه العمل وياك دائما يكون مميز. الله يحفظك. شنو اللي خلى أستاذ أحمد ماضي من أساس إنسان شاعر ومعروف عند جمهوره أكيد ومتألق دائما وأبدا في أعماله، شنو اللي خلاك أنه تكون بالإعلام؟ يعني الإعلام مو بعيد كل البعد يعني عن الشعر. الشعر والمنصة والتواصل مع الجمهور عن طريق القصيدة ومن خلال المهرجان، من خلال الاحتفال، الأمسية، هو لون من ألوان الإعلام، جزء من دائرة الإعلام، وإن كانت إلى خصوصية هو مو بعيد كلش، مو غريب كلش. ولكن قد يكون أنه بالفترة الأخيرة صح التفاتك أنه أنا مو قريب جدا من المنصة بقدر ما أنا قريب من الشاشة، قريب من الإعلام، تفاصيل صح. الإعلام يعني البدايات كانت من المهجر لما كنا خارج العراق وعملت بالإعلام بالإذاعة المعارضة، صوت إذاعة المستقبل، صوت العراق الحر، بقى هاي الرغبة كبرت توسعت وبديت أحقق بها فد نجاحات معينة، ومن خلالها ايضا سوقت احمد ماضي كشاعر. بعد ان رجعت للعراق صار اكو تواصل مع عدد من القنوات، بس ما يعني كنت ما احس بحاله من الارتياح، يعني مع جل احترامي لكل القنوات اللي تعاونت وياها اكيد، بس يعني مو عدم ارتياح للشخص ولا عدم ارتياح للمؤسسه، وانما احيانا يكون هنالك توجه داخل المؤسسة هاي الإعلامية غير التوجه اللي أنا أريده مثلاً أكيد. أو أنا متبنيه يعني فشي خاص بيك أنه تحب تميز نفسك بيه. قناة الإمام الحسين التوجه اللي بيها توجه حسيني أكيد، ما بي صبغة سياسية، ما بي صبغة حزبية، ما بي صبغة مناطقية، صبغة حسينية فقط، هذا حسيته هواي قريب إلي صح. فلما اجت فرصة التعاون من قبل حوالي 6 أو 7 سنوات ما شاء الله. البداية ما شاء الله. من تقريبا من 2014 صح. لا حسيت بارتياح بالمكان مع العاملين مع الكوادر، وبنفس الوقت بقيت احاول قدر الامكان ان ابقى انا موجود على المنصة بقدر ما انا موجود على الشاشة.
يعني بين 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 القصيدة وبين الإعلام، بين المهرجان وبين البرنامج، أحاول أوزع نفسي حتى مثل ما تقول الرسالة اللي عندي ممكن أوصلها. أكيد. مرة تصل الرسالة عن طريق قصيدة، صح، ومرة عن طريق برنامج، ومرة عن طريق ظهور، ومرة عن طريق مشروع. باكر أنا وسيد عماد وأي واحد من الأخوة اللي موجودين مثلا بالقناة يكون عندنا هدف معين، مشروع معين، صح، نجي نصيغ لفد برنامج، نعد لفد آلية ونبث على الشاشة من أجل أن نصل به الهدف، مثل ما برنامج الخيمة الحسينية. صحيح. يعني هسه قد بعض الجمهور يستغرب أنه هو الإعداد أحمد ماضي، بس الشباب ارتاوا أنه تكون الحلقة الختام للخيمة الحسينية تكون مع أحمد ماضي. هذا طبعا من دواعي سروري والشيء اللي يحتز بيه طبعا. لما أجينا فكرنا أنا وياك والأخوة في قسم المالية وبإدارة القناة حول فد برنامج يخص القناة، طلعنا بنتيجة أن نسمي الخيمة الحسينية، أنه في كل حلقة عندنا ضيف أحد مقدمينا ويتكلم عن برامج. صح. كان هدفنا أنه نريد نوصل رسالة للجمهور أنه قناة الإمام الحسين مو فقط قناة تنقل المراسيم العزاء والشعائر، مو فقط قناة تنقل مثلا المحاضرات واللطميات، لا لا، قناة فيها برامج متعددة وفيها مواضيع ومواد، رسائل متشعبة بعدة أمور كثيرة. أكيد. كثيرة، وهذا اللي ثبت من خلال من؟ من خلال برنامج. هيش موضوع ما تقدر أنت توصله من خلال قصيدة، صح، هذا مشروع. صح. مرة أنت ممكن أن تشير إلى قضية، فصراحة الهدفية اللي بداخلي، الأمنية الكبيرة اللي بداخلي في قضية خدمة الحسين، إحياء ذكرى وذكرى وهاي التفاصيل، هي اللي خلتني متمسك أكثر بموضوعة الإعلام. نعم. وأنا موجود بالقصيدة، يعني الحمد لله بالمنصة موجود، بالمنبر موجود، متواصل قدر الإمكان. نعم، أقل من السابق أكيد، يعني مو مثل يعني نقدر نوصل للسؤال الثاني. ايه؟ متعلق بهالسؤال القبله، أنه نقول الإعلام أخذ من أحمد ماضي سحبه من جمهوره، يعني شلون اقول لك، كمنصة شعرية أو كشعر؟ أكيد، يعني أنت لما ما تشوف العين تنساها القلوب. صحيح. على قولت. صحيح. ما تشوف العين تنساها القلوب. أنت لما طول فترة غيابك عن توجه معين تنسي، ولكن بالشعر سيد عماد، نعم، البقاء للشعر وليس للشاعر. صحيح. والشاعر باق بشعره. أكيد. يعني المتنبي بيننا وبين فد 12 قرن. أكيد. صحيح. لكن هو باق بشعره لحد الآن موجود. صحيح. بشعره باق، وبيننا وبين أي شاعر ثاني كذا سنة، مئات السنين، هو باق وموجود لأنه شعره باقي. صحيح. أنت عندما تكون قلم شعري وصلت إلى الناس وحققت حضور معين، صح، وحفظتك الناس، حفظك جمهورك، حتى وإن أنت ابتعدت راح تبقى. أكيد. بشكل بآخر يكون لك حضور، بس هذا أكيد مع موجة تسونامي الشعر الشعبي اليوم، خصوصا الشعر الشعبي. صحيح. هذا والكم الهائل من القصائد والعدد الكبير من الشعراء. صحيح. وانا بالمناسبه مو ضد هذا الظاهره، بالعكس صحيه، يعني ليش الفن هذا جاي يتطور وجاي يتسع. اكيد بالفعل شيء كبير، فاكيد انت راح يضمحل هذا البقاء مهما كان، مهما كان راح يقل شوي شوي يقل، فلازم تحاول حفظ. الصراحه ربما اخذ، يعني الاعلام اخذني الجمهور، ولا قلت لك انا احاول قدر الامكان ان اخلق موازنه ما بين الشاشه وما بين المنصه، ما بين القصيده وما بين البرنامج، يعني احاول ابقى بين مده ومده اطرق بوابه جمهور الشعري، مره عن طريق الصفحات التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي، مره من خلال الشاشه نفسها. اكيد. صحيح. اطرح مادتي الشعريه، ومرة لا، من خلال الأمسيات، مهرجانات معينة على مقدار. أكيد. معين. يعني تجيني دعوات أحيانا ما أقدر أحضر الدعوة لي لأن عندي برنامج. صح. وهذا يأثر. أقول يعني بعض مثلا قد يزعل يقول لك أنه أنت يابا يعني إيش دعوة. صح. أنه يعتبرك أنه فد من باب أنه نقول شوية يحس أنه كأنه متكبر. أيه. وما يدري الظروف اللي تمر فيها. صح. هم يحملون على محمل التكبر. صح. لكن هو ما يدري أنه أكو ظروف أقوى من عندي أحيانا،
يعني انا قلت لك اكو عندي فد هدفيه معينه فاكيد يعني خذت، بس انا احاول قدر الامكان شنو انه اوازن ما بين العمل. واحيانا بالمناسبه انا من خلال الاعلام كذلك خدمت الشعر. يعني انا من اريد اتكلم بهذه اللغه الانا مو من باب اريد افتل عضلتي، ولكن هذا واقع. مو من الغلط انه تتكلم بواقع معين وتطرح مشاريعك امام العلن وهذه القضيه. يعني انا من خلال قناه الامام الحسين قدمنا برنامج الامسيه الحسينيه. برنامج امسيه حسينيه ونال حضور ومشاهده، جولنا به في محافظات عديده من قبل 3 سنوات او 4 سنوات واستمرينا تقريبا 80 حلقه ما شاء الله، 70 حلقه من عندهن، قرابه 70 حلقه، في كل حلقه كان عندي 4 ضيوف شباب صح، شعراء ورواديد شباب صح، وهواي من عندهم اليوم اخذوا مساحه وصار لهم حضور. بداياتهم وظهورهم كان من خلال برنامج امسيه حسينيه، من خلال شاشه قناه الامام الحسين، وبالنتيجه من خلال المشروع الاعلامي الشعري اللي وضع احمد ماضي بالتعاون مع قناه الامام الحسين. فقدرت انه من خلال تواجدي بالاعلام ان اخدم الشعر بشكل عام، اخدم طبقه الشعراء الشباب، وكذلك هم اخدم نفسي. وبعد من خلال الشاشه ايضا قدمت كثير من الاسماء الشعريه أكيد اللي كانت يعني هي خوش شعراء بس ما وصلوا، واكثريه اعدادات البرنامج السابق اللي ايضا قدمناه انا ومن الحسين هم كانوا كثير من الحضور، كانوا حضور الشعراء واجوا وحضروا وفرحوا شباب صراحه انه طاقات متمكنه لكن للاسف ما واصلين صح. فهو من تيجي يقول لك انا من خلال استاذ احمد ماضي كشاعر وموجود بالاعلام، فشلون اقول لك اميل طبعا لهذول الشعراء اكيد، فتصير عندي ميول اريدهم في كل برنامج نحاول. وسوينا مسابقات وسوينا برامج شعريه على مقدار معين وضيوف شعراء، فهذا الموضوع خلاني انا قريب موجود بالوسط اكيد، يعني مو مغيب. قد تكون القصيده قلت يعني صحيح. مو بذاك العدد لما كنا نكتب في كل مناسبه وفي كل قضيه تشوف صوتنا موجود وقصيدتنا موجوده ومشاركاتنا أحد موجوده. احد البرامج اللي قدمتها ايضا في ايام الاربعينيه انه كانت منصه الاربعين. نعم، ومنصه الاربعين يعني كانت نافذه شبيل. اعلاميه شعريه مو بس للعراق، للعرب. بهذا السؤال انه في منصه الاربعين نعم. همينا بعض الاخوه مثلا المقربين من حضرتك او معارفك او اصدقائك نعم. انه كان عندهم دور انه يقول لك انه شلون انه اختاريت فلان وفلان واحنا معروفين ليش ما انه صعدتنا او قربتنا احنا اكثر. هو شوف الاليه صراحه، اليه منصه الاربعين معتمده على مساله ارسال القصائد صحيح. يعني القناه تنزل اعلان نعم، وبالسنتين الاخيرات على ما اظن اي سنتين الاخيرات كان ينزل رقمي صح، رقم تليفوني ينزل صحيح. البدايه كان ينزل غير رقم، وترسل القصائد وانا ارشح القصائد اللي احسها مميزه صح. وتليق بانه تقرا صح. على منصه الاربعين في ايام الاربعين، لانه المكان في شارع قبله صحيح. الامام الحسين صحيح. سلام الله عليه، وايام مميزه جمهورك ملايين الزائرين كذا تقف من تسمع صح. الشاعر هذا يبدي يقرا، فبث مباشر اكو هواي تفاصيل، بث مباشر والجمهور الزوار وشغله كان خطا او تلك شويه فصعبه او القصيده انها ما توصل. من البدايه اسسنا الى مساله انه نخليها نافذه للشعراء الشباب. نعم، ااكد لك انه كثير من الشعراء الكبار المعروفين هم اللي ارسلوا الاعلان للشعراء الشباب صحيح، ومنهم اللي تواصل وياي وقال لي يابا انا اريد فلان يطلع ما شاء الله. هذا خوش شعر اكيد، واريد فلان يطلع. طبعا انا ما اقدر ما اعرف كل الشعراء صحيح، واحيانا قد ما يصل الاعلان الى كل الشعراء اكيد، فسيد عماد يعرف، فلان يعرف، وما اريد اذكر اسم وانسى، يعني ما اريد اذكر أكيد. اسم وانسى صح. لكن صراحه اكثر اثنين تعاونوا، يعني لانه تعاونهم كان مميز اكيد بالشعراء الشباب نعم. تواصلوا وياي الشاعر سيد غزوان الغالبي نعم. تحياتنا له من العماره اخ عزيز، والشاعر علي الملاح من المشخاف تحياتنا له ما شاء الله، يعني تحيه والف سلام كل التحيه لهم. ذولا اكثر اثنين تعاون في الوقت هم مهم اجوا وصعدوا على المنصه. صعودهم على المنصه شخص مثل مستوى سيد غزوان الغالبي مستوى كانوا يدون يدعمون اكيد انه كوسيله دعم للبرنامج، وكذلك اجوا شعراء اخرين يعني شعراء كبار، هسه انا ما اذكر واحد واسم
كبار في كل، يعني تعرف البرنامج منصة الأربعين كان يستمر 15 يوم صحيح، في كل يوم تقريبا أكو أيام نصل إلى 10 شعراء 10 مشاركات صح. أيام 5 مشاركات، يعني أنا إذا أسوي نسبة وأقول إنه يا با أنا عندي 15 حلقة، في كل حلقة خلنا أقول 6 أو 7، فتقريبا أنا 90 شاعر سنويا ما شاء الله. 10 أريد أقول دول المعروفين المميزين أكيد. أكو عندي 80 شاعر سنويا شاب يرتقي على منصة الأربعين، وهذا بالنسبة إلى بالنتيجة دعم أكيد. نتيجة دعم، يعني مثلا هواي أكو أمور طبعا صارت لمنصة الأربعين، بس من أكثر شيء تواصل ملا قحطان، تحياتنا إلى ملا قحطان البديري. قحطان البديري صح رادود بس متابع حريص للشعر جدا، متابع بدقة ويريد يعني من أجل أن يحصل على القصيدة التي يقرأها على المنبر. من خلال متابعته إلى منصة الأربعين تواصل مع شعراء شباب وقرأ على المنبر. ما شاء الله، يعني سنح له الدور انه يقدر انه ياخذ من خلال البرنامج. قال انا هذا قال هذه القصيده اللي اقراها وهذا الشاعر اللي يكتب لي اكيد وهكذا، وغيره كذلك أكيد. من الرواديد ملا عبد الرحمن النصيري تحياتنا له، تحياتنا له زميلنا واخونا، ايضا من خلال منصه الأربعين تعرف على عدد من صحيح. الشعراء صحيح. وتواصل وياهم، فهذه معناتها فرصه حقيقيه صح. اذا الرساله يعني بدها تواصل نعم، وصارت نافذه عربيه اكيد وليس فقط للقلم الذكوري كذلك القلم الأنثوي. نعم. اكو شاعرات شاركت صحيح، يعني شاعرات من 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 الخليج ومن من لبنان نعم ومن السودان ما شاء الله، وشعراء شعراء اشتركوا كثيرين من مختلف دول ما شاء الله اللي من كان يوصلهم، هذا حد ذاته نجاح اكيد طبعا. اكو منهم اللي تعرف انه زياره الأربعين تضم الملايين صح من مختلف بقاع الارض، هو جاي الى كربلاء ويجد منصه وقصيدته مقبوله ويرتقي أكيد. منصه باب قبله الامام الحسين صح. فهو يشعر بالانتصار صح. يشعر بالاحتفاء انه يحسها انه هذه هديه من الامام الحسين الى انه يقف على منصه الأربعين وامام باب قبلته ويقرا قصيده في ايام 40 40 وهو جاي مثلا من سوريا او من لبنان صحيح. او من اي بلد ثاني، ومنهم العراقيين اللي في المهجر، فكنا اذا ما كان هو موجود كنا نحقق له حالة من إشباع للرغبة والشعور بالطمأنينة والشعور ب شلون أقول الشعور بقطف ثمار صح. زيارة الأربعين هو يكون في ذلك البلد، يعني في أستراليا في الدنمارك في أي دولة، وعرب مثلا في مصر في 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 ويتصل ويقرأ قصيدة صح، فيحس إنه يقولك أنا زرت أكيد الحسين. حول كلامك عن الدول الخارج اللي نعرفه عن أستاذ أحمد ماضي أنه سنوات عدة كان في المهجر بلي بلي. طيب المهجر أخذ منك أو عطل أحمد فرص أكثر؟ لا يعني مو فرص أنه كفرص، القصد يعني أنه من بلي. أحمد أنه امتاز بشيء أكبر باعتبار أنه خارج البلد أكو مقولة لنابليون بونابرت القائد الفرنسي نعم، يقول لا يصبح المرء رجلا حتى يمر بثلاث. نعم. قال له شنو؟ قال له الجندية صح والسجن والسفر صح، لأنه هذني صنعا رجال، ولو اليوم مؤلم أنه بالعراق لغة الجندية الإلزامية صح في الوقت هي اللي كانت تسترى. يعني عموما ما أريد نحول الحديث إلى غير حالة بس صح. هي إجت لهذا لأنه صراحة لو أكو جندية أكو هواي تفاصيل تغيرت صحيح صحيح، ولو ولد العراق وشباب العراق أثبتوا شجاعتهم ووجودهم يوم اللي صارت الفتوى والحشد ثبتوها في كثير من الأمور، بس مع هذا لو صارت تكون أفضل عموما صح. السفر والمهجر هواي يضيف هواي يضيف، أولا يخليك تتعرف أنت على بلدان، تتعرف على ثقافات، تتعرف على شخصيات، تتواصل وتتصل بعقول جديدة بأرواح جديدة بثقافات جديدة، تغيير يصير عندك أنت من بيئتك هاي اللي موجود بيها نعم. تطلع إلى بيئة ثانية، تتعرف على ناس جدد، هذا كله هذا من جانب. الجانب الآخر أنه أصلا أنا المهجر ضاف إلي لأنه أولا كان هو سبب الأول لمسيرتي الإعلامية صحيح، كان هو السبب الأول هاي أولا. ثانيا صراحة خلاني أتعرف على شخصية العراقي
الشخصية العراقية من خلال نفسي ومن خلال الناس هذا. بعد تعرفت على الهوية العربية، التقيت مع 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 المصري، مع السوداني، مع السوري، مع اللبناني، مع الخليجي، مع الأردني، مع غيره، مع الليبي، جنسيات، وكل واحد حس له كاريزما وكل واحد حس له هوية. نعم الصبغة الإنسانية والصفة الإنسانية تجمع، لكن مهما كان أكو خصوصيات. هذا الأمر الثالث، أنه طاني فرصة، طاني شبه مقاعد في أكثر من محطة عربية، في أكثر من محطة عربية عندي مقعد. يعني أنا ما أسافر إلى مصر عندي أصدقاء أكيد اللي ينتظروني ويفتحون أبوابهم. صحيح. لما أكون في تونس، في المغرب، في لبنان. وهذا الأمر بعد رجعتي للعراق وعودة الوضع تقريبا طبيعي، صارت اللي سبب بأنه أمثل العراق في بلدان. فلذلك مثلت العراق في 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 تونس، في 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 سوريا، في لبنان. نعم. في اكثر، في مصر، في اكثر الله. من بلد عربي. ما شاء الله. هذن كلهن المهجر قدمهن الي. فهذا كله تجر جواه خاط وتخلي امر انه انت وضعك النفسي يحرك في داخلك مشاعر جديده. اكيد تظل تكتب القصيده باسلوب اخر، تكتب المقال من باب المنافسه. آخر. طبعا أكيد. لا مو بس من باب المنافسه سيد، من باب انت اكو مشاعر جديده. أكيد. انت في غربه، عائلتك مو يمك، اصدقائك مو يمك، بلدك مو بلدك. أكيد. مره خوف، مره قلق، مره اشتياق، مره الم، مره حزن، يعني هواي هواي مشاعر. هذن كلهن راح ياثرن بيك لما تجي تكتب. صح. انت باشر عندك اعداد برنامج تكتبه، لما تكون مرتاح نفسيا وجالس وماخذ راحتك تكتب الاعداد بطريقه. أكيد. حلوه وتطرح اسئلتك بشكل. صح. جميل وتلقائي. بس من تكون متوتر، هذا التوتر راح يبين على حتى على صيغه الاسئله مالتك داخل البرنامج. مثلا باجواء محرم لما تجي انت تظهر على الشاشه باجواء محرم، بطبيعه حالك انت اجواءك تصير غير شكل. صح. لان ايام حزن، اكو حاله من الالم عايشه في داخلك. صح. من غير ما تشعر انت، من غير ما تهيئ لك. صح. المهجر ينطينا هيك فرصه، يعني خلينا انه انا مثلا من اجي اريد اكتب القصيده، لما كنت بالعراق اكتب القصيده عادي ما عندي مشكله اكتب. صح. القصيده وكذا حتى بحاله مرتاح. اشتياق مرتاح. بس لما تكون في الغربه هذه صبغه الاختراب تبين بالقصيده. صح. حاله الالم، الالم مالتك تقدر انه نفسه تعيده لا لا يبين. اكيد يبين اذا تراجع القصائد وتشوفها تشوف اكو حاله مبينه، اكو حاله انكسار، اكو حاله اشتياق، اكو حاله اختراب، اكو حاله شعور بالفقد. يعني هواي تفاصيل تشعرها موجوده بالنص وداخل القصيده وفي كثير من تفاصيل. بعد حتى تعطيك تعرف اكو فد اتيكيتات سيد خاصه ببعض البلدان. صح. يعني اكو بلدان يعني ما شرب ما استطر لان امثله كثيره. أكيد. بس اكو بلدان حتى بتوريث الجدار كلها اتيكيتات. صحيح خاصة. صحيح صحيح صحيح. فانت صار عندك تميز معين طبعا. اكيد هذا كله اكيد راح يخدمك، راح ينفعك. اكيد. طيب استاذ احمد، مو من ضمن الاعداد طبعا هسه. لا لا من خلال كلامك اكو فد قصيده اكتشفت من خلالها احمد ماضي وتحب انه دائما يعني دائما على بالك؟ يعني انا بطبيعه الحال انا من النوع اللي احب كل قصايدي. فد وحده انه تمسكت بيها انه هاي الاساسيه؟ يعني انا احب كل قصايدي، ولكن اكو قصايد تشكل مرحله، يعني تشكل محطه في حياتي. يعني مثلا انا لما سويت مسرحية الولايات بالمهجر هاي كانت محطة بالنسبة. صحيح. لي وعرضت مسرحية إذاعيا، عرضت بثت إذاعيا على صوت العراق الحر. ما شاء الله ما شاء الله. كانت محطة كلش مهمة بالنسبة لي، اللي هي تجربة أولى أن أكتب المسرح الشعري الشعبي. مثلا لما يعني لما رجعنا للعراق بال 2004 أعتقد وصارت أزمة التفجيرات والكلام. نعم. كتبت قصيدة الطفل. أيام الطائفية اللي صارت. نعم. كتبت قصيدة الطفل صارت محطة بالنسبة لي، اللي هاي القصيدة انطلقت من عندها قصايد هواي شعراء ولدت هواي. نعم. تشجعوا على الكتابة يعني جميع. يعني ما أقول لك إنه مثلا استنسخت أو كذا، لا، وإنما تشجعوا على إنه أكيد. يكتبون عن هذا. صح. الموضوع وهذا كلش مهم. لما مثلا كل مرحلة تحس بها أكو إلها صبغتها ولها طريقتها ولها قالبها. كذلك لما طرقت بوابة الشعر الفصيح ايضا حاولت ان اصنع
اصنع لاحمد ماضي هويه او حاله من الثبوتيه بهذا بصمه خاصه. نعم بالكتابه. فبطبيعه الحال ما تعامل مع قصائدي بالافضليه وش اسمه، كل قصيده لها وقتها، لها مناسبتها، لها روحيتها. وانا شاعر من النوع اللي اكتب القصيده الوجدانيه والقصيده الوطنيه والقصيده الحوله، ولو انه هو كله وجداني وهذا كله شعر وجداني، ولكن حسب التسميات الدارجه اليوم ما اريد ندخل بها. انه لما نكتب القصيده الحسينيه لها قالبها ولها روحيتها ولها شكلها، هنالك فرق ما بين لغه المنبر ولغه المنصه. صحيح. لما نكتب الشعر الوجداني اللي نخاطب به الذات ونخاطب به الاخر ونخاطب به المجتمع والاسره والصديق والقرين وما غيره، يعني هم ايضا الى روحيته والى مناسبته والى خصوصيته. لما تجي الى القصيده الوطنيه وكتبناها، كتبت تحسها انيه حسب الظرف، حسب الظرف. يعني كانت ظرف الطائفيه كانت لها لغه، ظرف الحرب مع الارهاب الى لغه، ظرف الانتصار لغة الى لغه. يعني هاي كلها تحسسك انه النص مرحلي لهذه المرحله، ما راح يعيش اكثر من هاي المرحله. بس بطبيعه الحال انا اليوم اكثر شيء احتفي به، اكثر شيء احسه قريب من عندي وقريب الي واحسه هو هويتي، هو القصيده الحسينيه. يعني القصيدة الحسينية، لأنه القصيدة الحسينية هي نافذتك إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون. صحيح. هي اليد التي تمدها إلى صراط أبي عبد الله الحسين سلام الله الحسين سلام الله عليه. فأنت تتوسل بالحسين من خلال قصيدة الحسينية وتصل إلى وتحقق مبتغاك. فالقصيدة الحسينية أحسها أقرب لي، لها حضور، لها حضور عندي. حتى لذلك يعني تطرقنا احنا قبل شويه، حتى مواقفنا العفو دور الاعلامي، نعم، لما ربطته بالشعر ايضا ربطته بالقضيه الحسينيه. صح. على على نفس المسيره. نعم، على مدى هاي المسيره مالتي اللي هي تقريبا هاي السبع سنوات الثمان سنوات، كل المنجز الاعلامي اللي خدمت به شعراء معينين خدمتهم من خلال القضيه الحسينيه، لان اشوفه هذا هواي احسن، هواي انفع له. هو هم راح يصير شاعر. صح. وهم راح يكون خادم للحسين. اكيد. وهم راح تكون وياه متاع اللي خدمه واللي نفعه. الباج الخاص. اي طبعا. طب نرجع من الشعر الى استاذ احمد ماضي الاعلامي. بدايه من المائده ونهايه بليله القبر. يعني المائده هو اول برامج اللي وشنو تعني لك هذه المسيره اكيد؟ يعني اول برامج اللي قدمتها على شاشه قناه الامام الحسين هو برنامج المائده. وكان برنامج مهم صراحه. وبرنامج انا تحديت نفسي، ردت انه صراحه يعني ردت انه اثبت نفسي للقناه. الاعلاميه. فلازم اقدم شيء. اكيد. فمن قدمنا برنامج المائده واللي كان نوع جديد، حاله جديده. ما مطروق على شاشات القنوات الحسينية المعروفة للناس. فاختارينا ضيوف مهمين جدا وفتحنا وياهم نافذة حوار مو بالمألوف والمتداول، لا لا، أمور طرحناها ما مطروح عليهم قبل، فتحنا شفرات للكلام وللحديث بها. يعني أتذكر مثلا لما سجلت حلقات ويا شيخ مرتضى الشهرودي. شيخ مرتضى الشهرودي هو أستاذ الخطباء، أكيد هو زعيمهم وكبيرهم، حلقتين او ثلاثه. فمن سجلنا وياه صار ماده مهمه. أكيد. كل الخطباء اجوا تابعوا، اجوا شافوا الشيخ مرتضى الشهرودي وتحدث عن محطات مهمه. أكيد. وعن اسرار وقضايا لها وقعها الخاص. نعم. نعم. لما مثلا انفتحنا بالحديث، فتحنا الحديث ويا مثلا حلقات عدي ويا شيخ زمان الحسناوي. و هاي الثقافة المنبرية الشابة وهذا العنفوان اللي موجود اليوم، اللي ما أقول متمثل بشخصية الشيخ زمان الحسناوي، ولكن الشيخ زمان الحسناوي قدر أن يصلعنا كاريزما وهوية. صحيح. صح. هوية. كذلك جابر الكاظمي. كذلك مثلا أستاذ جابر الكاظمي. أستاذ جابر الكاظمي محطة مهمة بالشعر المنبري.
سجلنا وياه تقريبا 3 حلقات من المفارقات اللطيفة والمفاجآت الحلوة اللي صارت ويا حلقة الأستاذ جابر الكاظمي. طبعا هاي على ما أتصور أنه سجلت بالكاظمية. بالكاظمية نعم بالكاظمية. في الحلقة الثانية أتذكر أنا قدمت له دفتر كاتب جابر الكاظمي بخط يده. دفتر أبو المية. نعم. كاتب جابر الكاظمي بخط يده بقصائد منبرية عام 1976. ما شاء الله. وكاتب له المقدمة الشاعر الشهيد المرحوم السيد علي الموسوي شاعر الكاظمية رحمة الله عليه اللي انعدم في زمن الطاغية. وهو تفاجئ طبعا كان البعض يحاول مثلا أن يطعن أو لسبب يقولون أنه بسبب قرب جابر الكاظمي من سيد علي الموسوي المرحوم اتهم جابر الكاظمي بأنه هو سرق قصائد سيد علي الموسوي صعدهن باسمه كأنه ما هو اللي كاتبهم. فهو طبعا حكى القصة وكيف أنه سيد علي الموسوي هو اللي هرب من داخل من خارج العراق. فقلت له أنا عندي الدليل المادي الذي يرد على هاي الأصوات. فمن اطيت الدفتر هو استغرب يعني أكيد. قال أنت من الناصرية أنا من بغداد ساكن خارج العراق ولا مرة ملتقي وياك. صح. هذا أول لقاء أنا وياك. الدفتر منين جبت؟ يعني قال دفتر صار 40 سنة. من حق يسأل. قال هذا ديواني الأول. من حق يسأل. هذا ديواني الأول أنت جايب لي طفت لي ديوان جديد. قلت لو بعد وبي ما يثبت صراحة حتى صار عندي فضول أعرف الدفتر إيش وصل يمك. طبعا الدفتر لا قصة أكو عندنا بالقلعة هذا سر خطير. أنا من النوع التراثي جدا وكل أصدقائي يعرفون هذا الشيء يعني الكل يعرفون أي واحد مثلا يشوف فت سبحة قديمة قال هاكون يشوف صارت بي يشوف فت شيء فت كذا أي شيء يعرفوني فيعرفون اهتمامي بهذه التفاصيل ومهتم بتراث مدينة قلعة السكر يعني وثائقها قضاياها وعندي متحف خاص لهن هاي الأشياء. فصديقي حسين محسن الحيدري تحياتي أنا من عائلة الحيدرية من قلعة السكر وكان أيضا صديقي الدكتور أحمد محسن الحيدري رحمة الله عليه هذا الإنسان الراعي الله يرحمه رحمته الواسعة اللي كان ضيف وياي في برنامجي خلية الرحمة. نعم. ودكتوراه بالصرافة إنسان رائع يعني هذا وفاته قريبة مو بعيدة. أي وفاته الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. نعم. دكتور أحمد صديقي ويعرف اهتمامي بالشعر ويعرف كذا ونتواصل أنا وياه دائما وكذا. فهو في مرة من المرات قال لي بالمناسبة ترى أنا خالي شاعر. قلت له لحد شو أنت ماكو ولا واحد منكم شاعر؟ قال بعد ما أعرف. قلت له منو خالك؟ قال خالي سيد علي الموسوي. الرئيسي الأبي مثل ما يقول سيد علي الموسوي شاعر الكاظمية اللي قال إيه خالي. وحتى جابر الكاظمي كان يجي بيت جدي هناك اللي بيت أهل والدته يجي هناك يعني الدليل قام يعطيك إياه حاجة فبدأ يسولف عليه قالوا أكو دفتر عند خالتي موجود جابر الكاظمي. أثار هو الأستاذ جابر الكاظمي بيوم اللي هربه سيد علي الموسوي هذال هي لا بايت بيت اخت سيد علي الموسوي طلعها من الكاظميه الى في منطقه ظهر ما اتذكر الطوبشي او كذا يعني هذا وبعدين اخر الليل طلعوه شردوه خارج العراق. فهو نسى الدفتر عندهم. فهذه والدته او خالته بقعدها والدته كانت هناك موجوده يعني والدته هناك كانت موجوده كذا فبقوا الدفتر عندهم يعني من باب الامانه اكيد لا. قلت له فانا قلت له خلاص انت هذا بعد شيء حلو قلت له نضيفه لي البرنامج لا اضيفه قلت له موسوعتي لا موسوعتي اللي موجوده. فهو الرجل قال لي والله هو هذا مكانه لك. قلت له انا ان شاء الله باقرب فرصه اذا التقيت ويا جابر راح اقدم جابر. فاجت افترت الحمد لله يعني من محاسن الصدف انه رجع الكتاب الي ورجعوا للعراق برنامج المائده. ومن قدمت له هو قال كلمه قال لي انا من النوع صلب مو من النوع الأبكي قال يعني انت بتشيتني يعني وين رجعتني الى كذلك. فشارها فقلت لك برنامج المائدة كانت له خصوصية وإلى طعم خاص وإلى مادة جديدة. ومن بعد المائدة اجت توالت عدة برامج
أنا مع أنا منها اللي إعداد وتقديم، ومنها اللي إعداد، ومنها اللي إشراف، ومنها اللي بث مباشر، ومنها اللي تسجيل، ومنها اللي داخل كربلاء وخارج كربلاء وداخل العراق وخارج العراق. تعرف يعني صار للتعاون ويا مكتب قناة الإمام الحسين في لبنان، تحياتنا للحاج أبو صالح الله حسين المؤذن، كل التحية إلى هذا الإنسان الرائع. يعني صراحة يعجز أكيد اللسان عن وصفه، كإنسان عظيم وحسيني غيور جدا وخدوم، ويعني القضية الحسينية بالنسبة إلى حتى عند طابع همينة حلو أنه أبد ما يتعاجز من شغله أبدا ما دام في خدمة الحسين. لازم القضية الحسينية عنده فتشي فوق كل الاعتبارات وفوق كل المستويات وفوق كل المسميات. أيضا قد تواصلنا مع هذا، وهذا اللي هذا واحدة من ثمار المهجر استاذ صار الله يحفظك. يعني الان المهجر انه تعرفت على عدد من الشعراء، نعم، ومن بعد تعرف علاقتي بهم قدرت انه اتواصل وياهم واسوي برنامج. صار برنامج وثمار ابي ذار وغيره ايضا بعد برامج، واخذ الى حضور، وتواصلنا كذلك مع شاعرات، وصار برنامج خاص للشاعرات، وهذا جدا مميز. صح. لأول مرة يصير على الشاشات والقنوات الحسينية. صحيح. شاعرات فاطميات، تحياتنا للأستاذة الشاعرة فاطمة الساحلي وكل اللي شارك بالبرنامج. فتوالت البرامج إلى آخر برنامج اللي هو كان ليلة في القبر، وكان برنامج مميز أيضا إلى جداً خصوصية جداً وكاريزما، وفت حالة جديدة على 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 الشاشة، انطرحت بطريقة أقرب للدراما من البرامج. أكيد. أقرب يعني ما كانت بها صياغات. صحيح. التقديم المألوفة. صح. كانت تحس أنه حالة من الدراما رأسا تدخل أنت في لقطات التصوير، مكان التصوير في المقبرة وكذا. وطبعا كل التقدير والتحية لكل الكادر اللي رافقنا بديش الأيام، ولكل اللي الأخوة اللي حضروا كضيوف وشاركوا ويانا بالبرنامج. فمسيرة حلوة، يعني أنا دائما أحتفي بها، أتذكرها وأحتفي بها، وأحسها يعني منجز يدعو للاعتزاز، يدعو للتفاخر. الحمد لله. سلام أستاذ أحمد، إحنا وياك ويا جمهورنا نشاهد ملخص صغير عن برنامج المائدة ونرجع. خير إن شاء الله. يلا. السلام على الحسين الرياضية. بس غاب بعد الحلقة يصير الكلام ما يعني سبحان الله، ما تعرف يعني كيف تصير الأمور. لا إن شاء الله. حياك الله وبياك. حفظكم. يعني حقيقة شيخنا من دواعي سروري أنه أكون مرة أخرى على شاشة في المرسوم في ذهن أي إنسان منذ نعومة أظفاره. الهدف لا يكون واضح، لا تكتمل معالمه. طبعا الاسم، اسمي أشرف، وبرنامج المائدة وسماحة الشيخ أشرف الجعفري خليكم يعني. من أقعد ابتداء أنا لأكتب القصيدة أقول هساني لماذا أكتب، يعني للتصفيق. الحسين علمنا الحب، مو الذات، علمنا حب المبادئ كل شيء. أقول هذه القصيدة قصيدة فلان، قصيدتي يعني. خلي الرادود يأخذ ساعة كاملة إلى الطمنة وأني ألطم جو المنبر، أنا من عشاق النظم. مرة أخرى مرحبا بكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين عليه. من خبرة الكبار ومن نضج الكبار، ولكن الطاقات اليوم الشبابية هي التي تعمل في العالم. اليوم الشاب هو المؤثر، الشاب هو الأمل، هو المستقبل، هو الجيل اللي يعني أنا أتكلم بالواقع وأنا صريح في كلامي. يعني اليوم عنده مشكلة أن كثير، أنا سألت يوم من الأيام منطقة الفجر، وين صار الفجر؟ أطراف ديقار. أحسنتم. منطقة الفجر داعين مجلس، فأنا أول ما رحت استغربت، استقبلوني 20-30 شاب وأكثر. عقدين من الزمن بين هذا وهذا، كيف ممكن أن تأسس إلى قراءة يستفيد منها المتابع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم مرة أخرى، ومرحبا بكادر قناة الإمام الحسين الثانية. أهلا بكم في بيتكم المتواضع، وأنا في غاية السرور في هذا اللقاء. واقعا كلامكم في هذه المفردة يحتاج إلى وقفة حل. شنو هسه اشرح اسوي مثلا؟ يضطر اروح البحث بعيد تمام البعد عن الإمام موسى بن جعفر، حتى شنو لا ارجع واتهم انه انا خاف اجيب شيء غير جديد او غير مسموع. هم الحرص هذا الشديد على انه اجيب شيء غير مسموع مو دائما صحيح، لانه بعض الاشياء تكون بحاجة الى تركيز في الاجيال الجديدة، في جيل جديد ودماء جديدة تدخل إلى المنبر في كل عام. إحنا بحاجة إلى أنه نرسخ فيها مثل ما رسخت بأذهاننا إحنا لما كنا صغارا مثلا. مع هذا مع هاي مجموعة الملاحظات، قلت لك الخطابة يعني مع الأسف الشديد الآن كل واحد عنده منهجة ماشي فيه ومقتنع فيه، ما نقدر نجبر الجميع على توحيد الخطاب الديني. هذه مسألة. المسألة الأخرى، أقول هذا الفاصل الذي يحصل، انتهينا من البحث واليوم نختار شخصية نقرأ عليها، علي من نقرأ؟ على زيد أو عامر؟ هذا أحتاج لأن أأسس دقيقتين ثلاث دقائق. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى العترة الطاهرة. هذه المؤسسة هو من يرقى المنبر، لكن لأصحاب المجالس والحسينيات والمآتم دور كبير. أولا وقبل كل شيء، اختيار الخطيب المناسب الذي يرقى. كانت أكو هيش روح عد أصحاب المواكب أنه لما يجيبون خطيب يبحثون عنه يسألون عنه قبل أن نعم مولانا، كانت موجودة هاي أصلا. إضافة إلى هذا، هسه العقائد الجانب العقائدي خطير جدا، أترك هذا الجانب. حتى احنا في زماننا الخطيب الذي يصعد على المنبر حتى إذا كانت له غلطة نحوية، فتحة كسرة ضمة، العلماء اللي قاعدين والأدباء والشعراء برفيع صوتهم يصلحوا له، وهو على المنبر، على المنبر يصيحون. لذلك تصير لدرس بذاك. إيه إحنا مجالس، أنا خصوصاً غالباً مجالسي في كربلاء مجالس علماء، بعض المجالس رجعنا لكم أخوتنا بعد الفاصل الملخص عن برنامج المائدة ويا أستاذ أحمد ماضي. يعني ذكريات حلوة أكيد. بالمناسبة سجاد الباوي تحياتنا إلى المخرج برنامج الخيمة الحسينية، كان أول لقاء إله في برنامج المائدة، هو كان المصور. ما شاء الله، تحياتنا إله. وصالح أول ما التقينا هي أول حلقات سجلناها ويستاذ جابر الكاظمي. ويستاذ جابر الكاظمي الحلقة الأولى يعني كانت في الكاظمية. نعم المقدس. نعم بالكاظمية سجلنا حلقات، وبعد ذلك استمرينا وأسماء كثيرة. يعني الملخص هسه جزء، أكو بعد أسماء كثيرة موجودة بالبرنامج. نعم أكيد. وأخذ صدى الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أستاذ أحمد، أريد أسألك سؤال. نعم. خارج عن نطاق البرامج. نعم. بس هو من ضمن برنامجك أنت اللي قدمته. خب. اللي نال صدى كبير وحقق نجاح كبير. نعم. اللي هو برنامج ليلة في القبر. نعم. لو كنت أنت أحد الأشخاص اللي سألوهم الأسئلة اللي جنابك وجهتها للضيوف. بلي. شنو راح يكون رد حضرتك؟ يعني بالمناسبة يعني تكون كضيف. البرنامج الوحيد اللي قدمته وما جهزت له إعداد مسبق نهائيا، يعني إعداد للبرنامج كامل أكيد. موجود أكيد، بس ما جهزت له نقاط حوار مع الضيف هو برنامج ليلة في القبر. ليش؟ عندي صارت حالة من مو أقول يقين، ولكن حالة أقرب للقطع أكيد، أنه سيد عماد خارج اللوكيشن مال التصوير اللي بالمقبرة شيء، لما أجيبه داخل المقبرة والدنيا ليل راح يكون بشيء ثاني. أكيد. فكنت أنا أركب الهيدفون. نعم. بإذني لما كان أستاذ أمير غفوري تحياتنا إلى المخرج يركب والشباب وياه يركبون النك مايك للضيف، فكنا نتعمد نخلي المايك مفتوح بحيث أنا أسمع
الضيف ايش جاي يقول؟ صحيح. شنو حالته؟ فمنهم يقول يعني منهم سأل قال لي هاي كاميرا خفية؟ انتم شنو اللي راح تسوونه؟ فذني كل هني هي ذهني. بعد تعاملت مع كل شخص على حاله. يعني كل واحد شوف دخوله شلون يصير من لحظة الكلام اللي اسمعه، لحظة دخوله، ذاكرتي عنه. لما يكون شاعر او يكون رادود او يكون خطيب او يكون احد خدام الحسين او احد خدام المنبر الحسيني او القران، لانه تعرف من ضيوفنا كانوا من قراء القران. صحيح. فكل واحد له كانت فيمته وطريقته، فلذلك كنت ما احاول اتعب ذهني بمساله تهيئه الحوار، اخلي الحوار يجي في لحظته تلقائي. كل الحلقات اللي سجلناها كانت تلقائيه في لحظتها. صحيح. اكو معلومات قد تكون خاصه بي، يعني مثلا انا اعرف قصه الشاعر عباس الشحماني اللي بعد حوالي 11 سنه تقريبا من زواجي الله صار عنده طفل وسماه كافل، وبعد مرور بعد ان كبر وحلى بعينه توفى، وكيف وقف هو وزوجته باب العباس وقال انا طلبته من عندك الله، سالفه مؤثره. وبعد مرور فتره صار عنده الطفل الثاني. فهذه تحولت الى ماده الي. بعض الضيوف اعرف شنو علاقته مثلا مع الحسين، شنو علاقته مع القضيه. اكو فد احداث معينه انا ادري بها تفاصيل معينه، بحلقه مثلا الشاعر ملا قحطان اكو فد خصوصيات معينه انا ادري بها، سيد عبد الخالق المحنى اكو خصوصيات معينه انا ادري بها، هي اللي حولتها الى ماده وخلقت منها حوار. فبلحظتها يعني خلقت الان. اما لو انا فبنفس الشيء ما راح ما اعرف شو اجاوب، يعني شجاوب ما ادري. واتذكر انه بحلقتي ويا الشيخ محمد شراره، تحياتنا له، من الحلقات المميزه كانت، واللي حتى بتشان هو بتشان بالحلقه، هو اخذ دور المقدم. هو قال لي انا دخلت دور المقدم هسه ورد اسالك. فبلحظتها هاي عمليه المباغته اللي ما كنا متفقين عليها. صح. وسالني، وايضا جوابي انا ما كنت متهيئ للجواب، يعني ما اعرف السؤال ولا متفقين على انه يسالني. فكان لها يعني طعم. فاكيد لما اكون انا حاضر ايضا اعيش نفس الجو، لانه يعني ما ادري ايش راح اسال، فاكيد ما راح اعرف شنو اجاوب، تيجي تلقائي الجو. صحيح. وقتنا شارف على الانتهاء. ممتع الوقت. الصراحه استاذ احمد ماضي موسوعه. الله يحفظك. كبيره. ثقتك هذه. احسن ظنك. نسولف وياها ونحكي وياها، نتمنى انه الحديث يطول الى الله يبارك اكثر وقت ممكن. احسن ظنكم. عديت وقدمت برنامج الخيمه الحسينيه، اليوم الحلقه الاخيره. اريد حلقه الختام تكون حضرتك اللي تحكي عن البرنامج، شنو فائدته وشنو اهميته. يعني انا من خلال الخيمه الحسينيه. طبعا عندك وقت دقيقه واحده. دقيقه واحده. برامج الخيمه الحسينيه قلنا بالبدايه انه الهدف منها هو تعريف جمهورنا ببرامج قناه الامام الحسين. ولكن اريد نقول للجمهور انه يا جمهور قناه الامام الحسين عليه السلام الفضائيه، بجهودكم وعطائكم وتواصلكم وتبرعاتكم وبمساهماتكم استمرت هاي القناة وقدمت هاي البرامج وقدمت هاي النماذج والشخصيات والضيوف من خطباء وشعراء ورواديد وشعائر وطقوس وثقافات وعقائد وفقهيات وتاريخ وكل شيء. فشكرا لكم، يعني احنا ممتنين غاية الامتنان باسمي وباسم إدارة قناة الإمام الحسين ومجموعة قنوات الإمام الحسين بلغاتها الخمسة، كل الامتنان والتقدير لكل المساهمين والداعمين لمجموعة قنوات الإمام الحسين من كل بقاع الأرض، نساء ورجال، صغار وكبار، على مختلف عطائهم، إن كان ذلك العطاء قليل أو كثير ماديا هو كبير في قضية الخدمة الحسينية. في الخيمة الحسينية كنا نريد نقول لكم انه هذا اللي قدمتوه لقناه الامام الحسين كانت ثماره هاي البرامج اللي هي صارت خيمه الحسينيه، وتعرفتوا عليها وتعرفتوا على مقدمينها وعلى برامجها. وان شاء الله قناه الامام الحسين تستمر بعطائها وبرامجها وبثقافتها وبتواصلها بتواصلكم وعطائكم وتبرعاتكم المستمره حبا بالحسين وحبا لخدمة الحسين إن شاء الله. أحسنت. الله يبارك فيك وبارك الله بيك. إن شاء الله هدية
أنا ممتن جدا من إدارة يعني القناة ومن كادر الخيمة الحسينية لحضرتك ذرة. من دواعي سروري أنه يعني رغم أنه أنا على الإعداد وتشرفت بأنه أكون سبب لتكريم أساتذتي وأخواني وزملائي في قناة الإمام الحسين، وأن ينالوا درع التكريم هو استحقاقهم. من دواعي سروري أنه كادر البرنامج يجعلني في الختام وأيضا يقدم لي درع. من الشرف صراحة، وأنا جدا ممتن لكم. الله يبارك بكم. شكرا لك وشكرا لحضورك. شكرا لك يا سيد عمر إلى كل ما قدمته لقناة الإمام الحسين ولخدمة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين. نسأل الله القبول. اللهم أمين يا رب. أخوتنا وأخواتنا، كانت اليوم هي الحلقة الختامية لبرنامج الخيمة الحسينية. إن شاء الله ملتقانا وإياكم في برامج جديدة عبر شاشة قناة الإمام الحسين في أيام محرم الحرام إن شاء الله. في أمان الله. يا خيمة لمت براح بظلها، من يخدم الزغراء من يبكي لها.